يعني نبذل اول تعليق على الاستفتاء، هل المجريات بتنم على ان ممكن ان في مطالب شعب هتنفذ من خلال الاستفتاء ده، ولا حضرتك شايفة حاجة تانية؟ اكتر حاجه شايفاها واكتر حاجه حقيقي يعني مفرحاني جدا الصحوه الغير عاديه بتاعت الشعب، يعني وخصوصا المراه المصريه بجد، يعني النهارده المراه المصريه فعلا يعني الست ديت اثبتت ان هي جديره بان هي تحصل على اعلى جائزه في العالم، يعني النزول والاصرار والخناقات اللي عملتها والتحدي والصبر ان هي تقعد بالاربع خمس ساعات في طابور والقوه في مواجهه المشرف جوه عشان تتاكد ان هو قاضي او مش قاضي، حقيقه كان ابداع. يعني اللي انا شفته النهارده النهار قاعده بتابع، لان انا النهارده ما كانش مش من المحافظات اللي فيها استفتاء النهارده، لكن الاداء المراه المصريه المصريين بصراحه بصفه عامه، لكن المراه المصريه بصفه خاصه، شوف اللي عملوه مثلا في لجنه اللي دخلها الشاطر، لو عندك اليوتيوب واتفرج. المراه المصريه على فكره كانوا معظم الموجودين في اللجنه محجبات، سيدات محجبات. تمام. اللي اتعمل في قيادات كتيره، اصرارها لا يعني الحقيقه الشعب ده سخي. عايز اقول لك بقى بصرف النظر هتطلع النتيجه، لان انا كل المتابعات اللي عاملينها الصحف والرصد اللي عملوه من بره بتقول ان النتيجه طبعا لا بنسبه مش وحشه. تمام. لكن باستيراد النسبه كام يا فندم؟ يعني تقريبا كده في مجملها. يعني هي بتتراوح، يعني دجاجه الانقاذ دلوقتي اعلنت انها لا بنسبه 66% حسب المؤشرات الاولى. 66% لا. دجاجه الانقاذ لسه حالا من دقيقتين بالظبط اعلنت على الهواء ان هو طبقا للمؤشرات الاولى للمشرفين على الاشراف على الاستفتاء، يعني من الجهات الخاصه في المرحلة الأولى، عشان نبقى يعني المعلومة دقيقة، في المرحلة الأولى اللي ضمت 10 محافظات. لا هو مش بس النتيجة الكاملة للمرحلة الأولى، لا دي مؤشرات، يعني بمعنى عينات، يعني عينات. طب من المتوقع يعني إنها تطلع كده ولا ممكن تتغير؟ يعني حضرتك شايف إنها ممكن تطلع كده ولا ممكن تتغير؟ يعني في آليات. بص أنا هقول لك على حاجة، يعني بصرف النظر هتطلع كده أو هتطلع متغيرة، الناس اللي نزلوا من النهارده وعندهم احساس ان هم فعلا كلهم حاسين في الطابور كله بلا، يوم ما تطلع النتيجه متغيره الناس دي مش هتروح بيوتها كده وتنام وتقول خلاص. لا. يعني انت متخيل اللي نزلوا بالتحدي ده، اللي وقفت في الساقعه دي النهارده في مصر ساقعه، اللي وقفت في الطوابير اربع خمس ساعات في الساقعه والبرد، اللي سايبين بيوتهم، اللي عاملين ده كله، يوم ما هيتحدوا ارادتهم ويصدروا نتيجه مخالفه للتوجه اللي هم شافوه مع بعض وكانوا بيكلموا مع بعض في الطوابير، تفتكر الناس دي هتروح بيوتها؟ ده يوم وهتقول خلاص عفا الله عما سلف؟ انا هقول لك حاجه، انا بصراحه كده لا، يعني لو مكان الدكتور مرسي وبفهم سياسه، حتى لو النتيجه تطلع نعم انا هطلعها ليه؟ لان انا عارفه كويس قوي، على الأقل لا هتدي فرصة إنه يبقوا بتوع نعم وبتوع لا حاسين إن في جولة تانية. تمام. لكن يوم ما تطلع ده لو في ذكاء سياسي في البلد. ده لو بيفهم سياسة بنسبة 20% مش أكتر، لأن هي مش عايزة ذكاء، بجد مش عايزة ذكاء. دلوقتي أنت قدامك إصرار شعبي، قدامك سلطة قضائية غير راضية عن هذا الاستفتاء. تمام. قدامك مؤسسات الدولة معظمها غير راضية، اللي هي نقابة الصحفيين، الكنيسة، الغرف التجارية، كل القوى الوطنية دي مش راضية عن الدستور دوت. فدلوقتي الناس دي نزلت بالقوة دي وتحملت وصبرت وواجهت كل ده ورفضت كل المشاكل دي، هل يبقى من مصلحتك أو من مصلحة الدولة
انك انت تطلعها حتى لو كانت نام يعني. لا. يعني فعلا لو ربنا يعني بيحب اللي في النظام دي ان هي تستمر هتقول لا. لو قالوا نعم يبقى هم عايزين، ينهوا حياتهم السياسيه. لكن علشان تفتح لهم منفذ تمام، يعني اللي دي هتفتح للدكتور مرسي وللحكومه وللاخوان منفذ تاني. اللي هتصدقها قدامهم، ولو بيفكروا كويس لازم يراجعوا نفسهم.